عثمان لتقديم تقرير تريدينج سنترال ويب تي في الأسبوعي، ومن المتوقع أن يكون هناك تركيز خلال هذا الأسبوع على بعض التقارير الاقتصادية، ومنها تقرير شيكاغو فيد والذي يقيس نشاطات التصنيع بمنطقة شيكاغو لشهر يناير. هناك أيضا تركيز على المحادثات التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين، وبينما نقترب من الموعد النهائي بعد 4 أيام. ننتقل للعملات. زوج اليورو دولار يواجه ضغطا، الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي الاتجاه مرتفع، الدولار مقابل الين الياباني الاتجاه أيضا مرتفع، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الاتجاه منخفض، وهذا الزوج عليه تركيز. الزوج قد وصل إلى مستوى المقاومة عند 0.7135 ولا يزال تحت الضغط، ولذلك يفضل البيع دون مستوى 0.7135 ومع وجود الأهداف عند 0.7080 ثم 0.7055. البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي الاتجاه مرتفع، والنقطة المحورية عند 3870. أما بالنسبة للذهب فالاتجاه منخفض والذهب عليه تركيز، يحد من ارتفاع الذهب المتوسطات المتحركة للخمسين ساعة، ومن المتوقع أن يواجه الذهب المزيد من الضعف، ولذلك يفضل البيع دون مستوى 1343.50 مع وجود الأهداف عند 1330 ثم 1327.50. وأخيرا بالنسبة لسعر الفضة فقد انخفض واخترق مستوى الدعم المتصاعد القصير المدى.